أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء السبت 15 مايو 2021. على الصعيد المهني لا تفكر فيما راح عنك، الفرص قادمة والأمور ستتحسن سريعا، لكن عليك الانتظار حين يحين الوقت. كل شيء يلاحقه المرء يهرب منه. توقعات عاطفيا المرتبط، لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمأساة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية. الأعزب، حركة الكواكب تجعلك صاخبا على الصعيد العاطفي، وكانت الأيام الماضية حافلة بالثبات، وهو ما يجعلك في مزاج دفاعي. صحيا، اليوم يومك على الصعيد الصحي، ولكن احرص وراء الآخرين وتهمل حاجاتك الأساسية من الراحة والغذاء الصحي، ولا تنسى شرب الكثير من الماء لتحصل على ما يكفي من الدعم لجسمك للتخلص من السموم. توقعات برج الجوزاء للرجل، إن التفكير في الماضي لن يفيد في أي شيء. لا ترهق نفسك بكلمة لو، الغد قادم لا محالة. فكر بالمستقبل ومستقبل من تحب، احسب جميع خطواتك وحاول أن تكون موضع المسؤولية التي بها على كافة الأصعدة. توقعات برج الجوزاء للمرأة، فكري مرات ومرات قبل أن تقدمي على الخطوات التي تحدد مستقبلك في حياتك. بعض الأمور قد تعوق تقدمك في طريق أحلامك، لكن عليك بالصبر والمثابرة. أنت قادرة على تخطي جميع المعوقات. توافق برج الجوزاء في الحب مع الميزان، توافق برج الجوزاء في الصداقة مع الحوت، توافق برج الجوزاء في العمل مع القوس. أرقام الحظ لبرج الجوزاء 7 84 63 27.